الله ينور يا رجاله، عجبني ادائكم وحماسكم في الشغل، بس في حاجات كده مش عجباني. مش معنى ان يكون عندك حماس انه يوصل للتهور. محدش يجود في الشغل، الشغل باوامر، اللي ما تاخدش امري بيه ما تعملوش، عشان ما تاذيش نفسك وتعرض اللي حواليك للخطر. بس الله ينور يا رجاله، شرفتوني قدام القطاع. خير يا امير. هذا ابتلاء من ربنا، اختبار لقوه ايماننا. شحنه السلاح وقعت كلها في ايد الطواغيت، وفي اخوان الكم وقعوا في ايدهم. هذا الضابط الجديد اللي اجى من يومين، احنا لازم نرد على سواه. هيحصل عن قريب باذن الله. وبالنسبه للشيخ سالم، ايش نسوي معه؟ استمر في المراقبه، هذه العمليه لازم تصير بعيد عن بيته. والله ما صدقت لما حكوا لي هذا الكلام. المقدم أدهم الشاعر موجود في سينا، سينا كلها نورت. سينا منورة بأهلها وكبارتها يا شيخ سالم. المهم أنت أخبارك إيه وأخبار سينا إيه؟ والله يا ولدي، سينا زيها زي مصر، اتأثرت في السنتين اللي فاتوا. وأنت أدرى، لما القانون بيغيب أهل الشر بيطلعوا من جحورهم. لكن إحنا وراكم سدادين، لكن أنتم الأساس. طول عمرك سدادين يا شيخ سالم، تعلمناها كده وهنعلمها اللي بعدين. عندك خبر عن المؤتمر اللي سويناه لدعم الجيش المصري؟ طبعا يا شيخ، وده مش جد عليكم. احنا مش مع حد غير بلادنا وارضنا. ربنا يحميكم من اللي عيونكم مش شايفاه يا ولدي. ان شاء الله هنشوفه مع بعض يا شيخ. نحنا جينا اليوم عشان نجدد الدعم ونقول لكم مسؤوليتكم هي مسؤوليتنا. تسلموا وتسلم خطوتكم يا شيخ. عموما لو ما كنتش جيت وشرفتني بالزياره كنت هاجيلك لحد عندك، عشان عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. خير يا ولدي؟ الضبطيه الاخيره اللي مسكناها وكميات الاسلحه وانواعها بتقول ان سينا داخله على مرحله جديده، فعايزين الفتره الجايه نكثف الشغل مع بعض. بس اهم حاجه تخلي بالك من نفسك وتحسب خطوتك كويس انت والشيوخ. انتوا غاليين عندنا. يا ولدي، بعد هذا العمر كله بتقول لي حاسبوا على خطويكم؟ جيوش، جيوش دخلوا علينا وما قدروا يسووا معانا شيء. المكتوب مكتوب يا ولدي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.